السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا يا جماعة، مبدئيا كده الفيديو ده كالعادة للناس اللي بتحبني، الناس اللي بتكرهني الفيديو ده ما يهمهاش بأي حال من الأحوال، واللي قاعد على باقة نفس القصة، الفيديو ده برضو ما يهموش أو عنده حل ان هو يشغل الفيديو عن طريق الامتداد 144 كيلو بايت. يعني مش شرط ان انت تشوف الفيديو بالامتداد الكبير الفور كي او الفول اتش دي، او اذا كنا هنعمله 1080 لسه مش عارف هعمله قد ايه على المونتاج. الفيديو ده ان شاء الله هيكون تعقيب على فيديو اللي فات اللي هو لماذا تفتح قناة على اليوتيوب سنة 2021، هيكون رد على بعض الناس اللي قالت ان احنا ممكن نعمل فيديوهات وننزلها على الفيسبوك عشان الفيسبوك بيبقى سهل الانتشار عليه اكتر من اليوتيوب، والانتشار على اليوتيوب بيكون ضعيف جدا وبيتم بصعوبة شديدة. فطبعا الفيديو اللي فات احنا قلنا خمس اسباب تدعوك ان انت تفتح قناة على اليوتيوب سنة 2021. اول سبب هو انقراض التلفزيون، هراجعه معاكم بسرعة للناس اللي ما شفتوش. تاني سبب هو انك تعمل براند لاسمك. ثالث سبب انك انت تبقى عمل جاري ليك. رابع سبب انه منصة اليوتيوب هي تاني اكبر منصة بعد منصة جوجل. وخامس سبب هو الارباح، الارباح اللي بتيجي من اليوتيوب. بس قبل ما نقول لكم ليه لازم ان احنا الفيديوهات بتاعتنا تتحط على منصة اليوتيوب فقط، هحكي لكم قصة صغيرة جدا وقصيرة جدا وحقيقية مش هتاخد اكتر من 40-50 ثانية. القصة دي باختصار عبارة عن انه واحد شايب كان اسمه سافل خطية، كان طول النهار يشتم فيه على الفيسبوك، كان يفتح الراجل لايفات بالخمسين وبالخمسة وخمسين دقيقة واحيانا بالساعة وربع والساعة ونص، ويقعد يشتم فيه ويطلع فيه القطط الفطسة وحاجات كتير زي كده. دخلت عشان ابص عليه، الراجل انا لم يحدث في يوم من الايام ان حصل تواصل بيني وبينه، ويعني لم يكن صديق عندي ولا انا صديق عنده، ولا حتى في بيننا وبين بعض اصدقاء مشتركين ولا اي شيء. المهم دخلت على صفحته لقيته كاتب رأيي خراب يحتمل الخطأ، ولقيته كاتب صاحب جروبات الغبرة وكفتة المصريين او عمدة المصريين حاجة زي كده، وانا ماليش عمدة هنا، مفيش حد هنا ليه عمد هنا. العمدة هنا في امريكا يا اخوانا هو الدولار، عمدتك هنا في امريكا هو الدولار، محدش ليه عمدة هنا. وكاتب وبحب الناس الايه، ها، بحب الناس الهيجة. فلقيت ما عندوش اي محتوى، لا عنده اي شيء غير ان هو يهاجم الناس المحترمة اللي زي حالتنا. والغريب ان اللايفات بتاعته تبقى بالساعة وبالساعة وربع، وناس كتير متابعاها، وناس كتير يعني بيجيب مشاهدات 3000 و2000 و500 و3500 وحاجات زي كده. فقلت لازم ابحث عن الموضوع ده واشوف الراجل ده ازاي في 2000 واحد عمالين يتفرجوا على واحد بيشتم واحد. فاكتشفت العداد انه بيكون عداد الفيسبوك ده عداد مزيف، يعني المشاهدات اللي بتنزل لك على الفيسبوك دي مشاهدات مش حقيقيه. انا بشوف بعض الناس بتساعد بتاخد سكرين شوت من فيديو عاملينه مثلا امبارح ولا اول امبارح، ومعلم علامه حمراء كده على 2000K او 3000K. انت ما شافكش 2000 واحد، ما شافكش 3000 واحد، عداد الفيسبوك مزيف، وهقول لك الدليل دلوقتي، خليكم معانا. بس اهم حاجه يا جماعه، اللي مش مشترك في القناه او اللي بيشوفني لاول مره يتفضل مشكورا يشترك في القناه. القناه دي بنتكلم فيها على كل حاجه تخص امريكا، وبنتكلم فيها عن الربح من اليوتيوب، ولو انت مشترك في القناه دوس على الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها من جوه امريكا، وتدوس برضو على اللايك عشان نشتغل بنفس حلوه، وعشان اعرف ان الفيديو ده عجبك، عشان الفيديو لو عجبك هعمل منه اجزاء تانية عادي مفيش مشكله، اهم شيء الناس تتبسط. طيب الاسباب اللي تخليك لما تعمل فيديوهات لازم تحطها على اليوتيوب مش على الفيسبوك هما ست اسباب، هقولهم لك بالترتيب. اول حاجه هي حقوق الطبع والنشر. اليوتيوب بيحافظ جدا جدا على حقوق الطبع والنشر، صانع المحتوى اليوتيوب بيحميهم من اي سرقات. وانا شخصيا بشكل شخصي كان واحد ما يسواش حاجه قاعد هنا تحت في جنوب اوهايو اسمه بوبي، كان سرق مني 12 فيديو، دخلت بريبورت واحد بس على اليوتيوب مسحتهم كلهم من عنده، وجات له مخالفه كمان. الحاجة التانية، كنت انا عامل الفيديو اللي فات لو تفتكروا اكسب والهبايب، اللي هو الفيديو اللي فات على طول، اللي هو لماذا يجب عليك ان تفتح قناة على اليوتيوب سنة 2021. لما جبت سيرة اكسب والهبايب صاحبي الله يرحمه، وحطيت معاه مقطع بسيط جدا لأغنية كان بالظبط 8 ثواني، جالي انذار من اليوتيوب. ليه؟ لان الأغنية دي ملك واحد تاني،
فنفس القصة اليوتيوب بيحميك زي ما بيحكي من غيرك، بيحميك انت كمان من اي حد يسرق الفيديو بتاعك ويحطه عنده. اليوتيوب على طول بيعمل له انذار على قناته وممكن يقفل له القناة بتاعته، وحتى لو ما قفلوش القناة او ما عملوش انذار بيقفل الربح على الفيديو ويخلي الربح يروح لصانع المحتوى الرئيسي او الاساسي. فهمتوا عليه ازاي؟ فانا بشوف احيانا صفحات كبيره جدا سرقه فيديوهات من ناس تانية وعادي جدا، وبشوف صفحات عليها 200,000 و300,000 وعندها مجهود بتاع ناس تانية حاطينه على صفحتها. فطبعا الفيسبوك ما عندوش النظام ده، حقوق الحمايه حقوق الطبع والنشر مش موجوده عند الفيسبوك لكن موجوده عند اليوتيوب. فده اول سبب يخليك لما تعمل فيديو تخليه على اليوتيوب ما تخليهوش على الفيسبوك. تاني سبب اللي لسه قاله لكم من شوية اللي هو عداد المشاهدات الحقيقي على اليوتيوب ولكن بيكون مزيف على الفيسبوك. طيب ازاي يا احمد بيكون عداد المشاهدات مزيف على الفيسبوك؟ هقول لك انا ازاي. انت وانت عمال بتقلب على الفيسبوك طالع نازل ما وراكش حاجة، زي الناس اللي كانوا بيسمعوا صف الخطية ما وراهمش حاجة وهو بيشتم فيها ساعة وربع وساعة ونص، بتلاقي في فيديوهات اشتغلت معاك عادي جدا وانت مش قاصد ان انت تشغلها او تتفرج عليها ولا مهتم بالفيديو ده ولا مهتم بصاحبه في سافل اصلا، انت مش مهتم بده اصلا، وبرغم من كده بتلاقي الفيديو اشتغل معاك. الناس اللي عندها صفحات بيكون في احصائية بسيطة جدا جدا يقولك 3 كليك دول او لا 3 سكند دول، يعني الفيديو اتشاف منه 3 ثواني ده بيتحسب مشاهدة على الفيسبوك. انما اليوتيوب مش كده، اليوتيوب عشان يتحسب مشاهدة لازم تشوفني 45 ثانية في اول الفيديو. فيديو اليوتيوب عشان يتحسب مشاهدة لازم تشوف 45 ثانية او 50 ثانية وسمعت من بعض الناس كمان دقيقة عشان يتحسب مشاهدة. فعداد المشاهدات على اليوتيوب هو عداد حقيقي 100% مش مزيف زي عداد الفيسبوك. تالت حاجة ده شيء مهم جدا جدا وهو نظام البحث على اليوتيوب. نظام البحث على اليوتيوب نظام محترم جدا جدا غير نظام البحث على الفيسبوك، بل يكاد يكون مفيش نظام بحث اصلا على الفيسبوك. اليوتيوب كمان تقدر تبحث فيه عن واحد علق لك مثلا بتعليق قذر زيه من اسبوع او من اسبوعين، تبقى انت فاكر اسمه لكن ما كانش فيه وقت عندك ان انت تمسح تعليقه او تعمل له بلوك. فلو انت بس سجلت اسمه او يعني اتذكرت اسمه وحطيت اسمه في مخك ممكن ترجع بعد 3 ايام او 4 ايام تبحث عن الاسم ده، وليكن مثلا اي اسم مش شندويلي شتمك، تدخل على البحث عندك في، انا بتكلم على يا جماعه على صانع المحتوى مش القناه العاديه اللي هو واحد عنده قناه بيشوف منها قنوات تانية، لا انا بتكلم على صاحب المحتوى، فبيقدر يدخل عنده خانه للسيرش او للبحث يقدر يبحث عن اسم الشخص اللي شتمه ده ويمسح تعليقاته اللي شتمه فيها كلها ويقدر يعمل له بلوك من القناه. السبب الرابع اللي يخليك ترفع فيديوهاتك على اليوتيوب وما ترفعهاش على الفيسبوك يا ابن عمي هو وجود اوبشن كتير على اليوتيوب. فاكرين في اول الفيديو ده لما قلت لكم يا جماعه اللي عنده باقه يشغل الفيديو على 144 كيلو بايت؟ اليوتيوب فيه حوالي 8 اوبشن، الفيسبوك فيه حوالي 3 اوبشن بس. اليوتيوب فيه من 144 256 360 او 380 مش فاكر، في 480 في 1080 720 في 1080 في 2042 في اتش دي في فول اتش دي في 4K، ففي كل شيء على اليوتيوب فتقدر تشوف بالجوده اللي انت عايزها. الفيسبوك ما فيهوش غير ايه؟ غير 3 حاجات بس، واحيانا كمان في بعض الفيديوهات ما بتلاقيش التلات اوبشن دول يطلعوا لك في الفيسبوك. فده برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا اللي تخليك ترفع فيديوهات على اليوتيوب، بتخلي فيه اوبشنز كتير واختيارات كتير موجوده للناس المحترمه اللي بتتفرج عليك. خامس حاجه ودي هتكلم عليها بالتفصيل شويه هو وجود الاحصائيات، الاحصائيات المحترمه جدا 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 اللي موجوده على اليوتيوب ومش موجوده على الفيسبوك. تقدر تعرف كل شيء موجود دبه النمله بتعرفها على قناتك، كل شيء بمعنى الكلمه بتعرفه. الناس دخلت امتى في الفيديو ده، الناس خرجت امتى منه، الناس شافت مجموع الدقائق اللي شافتها 75% 80%، الناس شافت الفيديو ده وما اهتمتش بالحته دي وجرتها. كل شيء انت عايزه موجود كاحصائيات موجوده على اليوتيوب. لكن على الفيسبوك تبص تلاقي الفيديو مثلا انت عملت زي سفر خطيه عمل لايف 55 دقيقة ما يعرفش نسبة المشاهدة فيه ايه، هو اللايف هو عمله 55 دقيقة او ليتس سي ساعة عمله، انما اللي اتفرج دقيقة وشافه واحد بيخرف وخرج، هل ده كده
عدل او يتحسب مشاهدة او كده بيتحسب مشاهدة في الفيسبوك، على يوتيوب ما يتحسبش مشاهدة ولا يعبروك على يوتيوب. فده شيء مهم جدا انه بيعرفك الاحصائيات وبيعرفك الناس او المشاهدين او المشتركين في قناتك ايه الاجزاء اللي بيحبوها في الفيديوهات وايه اللي بيهتموا بيه وايه الفيديوهات اللي بتحوز على اهتمامهم وايه الفيديوهات اللي ما بيهتموش بيها ولا بيهتموا ان هم يشوفوها للاخر. سادس حاجة موجودة على اليوتيوب وده شيء مهم جدا 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 وهو كسب الاموال وكسب المال الحقيقي من اليوتيوب. الفيسبوك يا معلم ما عندوش الحتة دي، ولو ان انا في مؤخرا بدأت اشوف على بعض الصفحات الاجنبية انه في اعلانات بتشتغل ولكن ما فيش نظام وما فيش سيستم يبين لك الاعلانات دي بتشتغل على اي اساس، ولا الاعلانات دي بتشتغل في مناطق مثلا اجنبية او اوروبا وامريكا وما بتشتغلش مثلا في مصر والشرق الاوسط والوطن العربي، ما تفهمش هما مشغلين الاعلانات دي على المحتوى الاجنبي بس ومش مشغلين اي شيء على المحتوى العربي. اليوتيوب في نظام واضح جدا جدا، نظام جوجل ادسنس واضح جدا جدا في الموضوع ده وبيشغل اعلانات عليه وبتقدر تربح اموال كويسة جدا جدا، وانا حكيت لكم الفيديو اللي فات بالتفصيل عن متوسط الارباح اللي انت ممكن تربحها لو عندك قناة فيها 100,000، لو عندك قناة فيها 100,000 هتعمل لك اتليست الالف دولار مقفول في الشهر، ده كلام اكيد 100%. فطبعا ده رقم كويس جدا لما تكون في دولة زي مصر او الجزائر او تونس او اي دولة من الدول اللي العملة فيها مش قوية، فلما تعمل لك 1,000 دولار يعني لو نتكلم في مصر دول بتتكلم في 15,500 جنيه او 16,000 جنيه، معرفش سعر الدولار كام النهاردة، فده رقم كويس جدا جدا. لو انت شغال وظيفة كويسة في مصر ممكن تكون ما بتاخدش 16,000 دول ولا بتاخد حتى نصهم، فده سبب يخليك ترفع فيديوهات على يوتيوب وتنفض للفيسبوك. الفيسبوك يا جماعة بينحس المخ، ما تهتموش بيه. الخليجيين ما لهمش اي تواجد يذكر على الفيسبوك باي حال من الاحوال، موجودين بس على سناب شات، موجودين على الانستجرام، موجودين على اليوتيوب، لذلك مخهم نظيف. احنا بنحس مخنا بسبب الباقات وضعف الانترنت، فالناس بتستسهل وبتدخل وكله صراعات وكله ناس بتتجسس على كله وكله ناس بتشتم في كله، واللي داخل يظبط واحدة واللي داخل مش عارف يشتم في مين، واللي داخل يتفرج على صور واحدة واللي داخل يتفرج على سياسة يبص يلاقي نفسه بيشوف دين، واللي داخل عايز هجرة يبص يلاقي نفسه بيبص على رأس، فما تعرفلوش ملة الفيسبوك، وبيدخل صاحبه في اكتئاب اخرجه منه وما تهتمش بيه وما تدلوش وقت كتير وما تخلوش يهلك وقتك. عكس اليوتيوب، اليوتيوب منصة محترمة مركزة جدا جدا بتقدر تتحكم في الحاجات اللي بتظهر ليك، عكس الفيسبوك تحس ان العملية سداح مداح وتحس ان كله مفتح على كله واعلانات ملهاش لازمة طالعالك، وتكون بتفكر في حاجة تلاقي نفس الحاجة دي طلعت لك على الفيسبوك. فاهتموا يا جماعة باليوتيوب ولا تهتموا بالفيسبوك باي حال من الاحوال. اتمنى ان انا اكون قلت لكم الست اسباب اللي انا برجح او بشجع الناس اللي هترفع فيديوهات ترفع فيديوهات على اليوتيوب ما ترفعش فيديوهات على الفيسبوك. بس هو ده كل حاجة النهاردة. ما تنسوش يا جماعة اللي مش مشترك في القناة بكرر للمرة التانية يشترك فيها من فضلكم، وتدوس على الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها من جوه امريكا. والدنيا ليلت، ربنا ييسر الحال ونلحق نروح في النور، وتدوس على اللايك قبل ما تقفل، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.